مشاهدينا الكرام، وللحديث أكثر عن الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالقمة الاقتصادية المصرية، يشرفنا الآن الأستاذ جمال صلاح وهو الرئيس التنفيذي للقمة. أهلاً وسهلاً بحضرتك. بداية، ما الذي ستضيفه القمة الاقتصادية المصرية؟ الحقيقة القمة دي يعني مرتبطة ارتباط وثيق بمراحل التطور والإصلاح الاقتصادي اللي حصلت في مصر خلال الست سنوات السابقة. الحقيقة كانت في وتيرة سريعة جدا في التطور الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي قامت بها هذه الحكومة في مجالات مختلفة، في مجال إصلاح البنوك والقطاع المصرفي، في مجال الطرق والكباري، في مجال العقارات والتنمية العمرانية، في مجال الكهرباء والطاقة، في محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة به. فأتقطعت أشواط كبيرة جدا، تنمية اقتصادية لا تخطئها العين المجردة الحقيقة. فبالتالي كان لازم يحصل جزء من الحوار المجتمعي حول إيجابيات وسلبيات التطور الاقتصادي اللي حصل في السنوات السابقة. ومن هنا جت فكرة انعقاد المؤتمر الاقتصادي الأول اللي بتقوم به شركة بي أو دي. احنا فكرنا ان احنا نناقش التطور الاقتصادي اللي حصل، التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي اللي حصل عن طريق مجموعة من الجلسات. هذه الجلسات هتناقش هذا التطور الاقتصادي، هتطرح وستشيد بالإيجابيات، وأيضا هيبقى في مجموعة من الملاحظات، ربما نخرج بمجموعة من التوصيات في آخر هذه الجلسات توضع على مكتب صانع القرار، ربما تؤخذ في الاعتبار في رحلة التطور الاقتصادي اللي بتقوم بها مصر في الفترة القادمة. وما خطتكم الخاصة بدورية انعقاد هذه القمة؟ هل ستكون كل عام أم كل فصل مثلا لمتابعة سير عملية الإصلاح الاقتصادي؟ أنا أعتقد أن رحلة الإصلاح الاقتصادي هي رحلة طويلة. إحنا ربما نكون قطعنا شوط كبير منها جدا، وهو الجزء الأصعب فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف، فيما يتعلق بتحرير أسعار الكهرباء والطاقة، فيما يتعلق بمد شبكة الطرق والكباري اللي هي عامل رئيسي لجذب أي استثمارات موجودة في مصر. لكن إن شاء الله بنأمل أن في السنوات القادمة اللي جاية، ربما الست أو العشر سنوات القادمة اللي جاية، نبدأ إن مصر تستوعب أو تجني ثمار هذا الإصلاح الاقتصادي. فبالتالي القمة مستمرة في الانعقاد سنويا لرصد الاستثمارات والنمو الاقتصادي اللي بتعمله هذه الحكومة. وهنفضل دايما هدفنا ان احنا بنشيد بالإيجابيات ونناقشها، وفي نفس الوقت سنرصد، مش عايزين نقول سلبيات، اي ملاحظات نتيجة خطيرة الاقتصاد السريع اللي احنا بنقوم بيها دلوقتي، عشان نخرج طول الوقت بمجموعة من التوصيات ربما تكون عامل بسيط نقدر نساهم به الحكومة في خطتها للإصلاح الاقتصادي. اخترتم بعض القطاعات للتركيز عليها في القمة في الدورة الأولى، منها مثلا القطاع المصرفي، القطاع العقاري، قطاع تكنولوجيا المعلومات. لماذا هذه القطاعات بالتحديد؟ الحقيقة هذه القطاعات وإن تبدو منفصلة لكن هي مرتبطة ارتباط وثيق، لأنها تشكل قاطرة الإصلاح الاقتصادي أو قاطرة أي اقتصاد في أي دولة. إحنا بنناقش على مدار خمس جلسات قطاعات مختلفة: قطاع البنوك والمؤسسات المالية، القطاع العقاري، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والاستثمار. البنوك هو محرك رئيسي جدا لكافة القطاعات الأخرى، مرتبط ارتباط وثيق جدا بأي نمو بيحصل في أي قطاع آخر كقطاع تكنولوجيا المعلومات أو قطاع الصناعة. سعر الفايدة أو خطط إقراض أو سياسة الإقراض في البنوك بترتبط برضو ارتباط وثيق بهذه القطاعات الأخرى. فأعتقد أن احنا ممكن نخرج بتوصيات على حدة من كل جلسة، ولكن هذه التوصيات ربما تمس جزء من القطاعات الأخرى. دورنا إحنا في هذا المؤتمر أن نعيد صياغة هذه التوصيات ونربطها ربط وثيق ببعض، بحيث يبقى في الآخر إضافة نقدر نعمل بها حاجة فيما يتعلق بالمناخ الاقتصادي المصري. الأستاذ جمال صلاح، الرئيس التنفيذي لقمة مصر الاقتصادية، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا يا أستاذ جمال، شكرا يا فندم.